أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان طالب العلم يرجح مسألة من المسائل، وهناك من العلماء من أفتى بغيره والفتوى على خلافه، فهل إذا سئل عن هذه المسألة يجيب بقول العلماء أم بقوله؟ وهل تبرأ الذمة بذكر فتوى غيره وهو يرجح عكسها من المسائل الاجتهادية؟ إذا كان إنهم نهل ترجيح، يعرف الدليل ويعرف الترجيح ويقارن بين الأقوال، عنده أهلية لهذا، فيفتي بما ترجح لديه ولا عليه من الناس، يفتي لأنه ما تبرأ ذمته إلا بهذا، يفتي بما ترجح لديه بالدليل ولا عليه أن فلان أفتى بكذا وكذا. السائل يقبل أو ما يقبل بكيف، أن تفتوا بما تبرأ به ذمتك وتبرأ به ذمة السائل، فإن قبل فالحمد لله، وإما قبل فالمسؤولية عليه. نعم.